لشهر رمضان وما يسمى تبريكا أو استهلالا واستعدادا للشهر الكريم له شواهد من السنة، لأنه ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أظلكم شهر عظيم الحسنة فيه بعشر أمثالها إلى آخره. فأظلكم يعني قارب دخولكم فيه، اقترب حصوله أو حضوره، فهذا كان تمهيدا أو تبريكا من جانب المصطفى صلى الله عليه وسلم بحلول شهر رمضان لاحقا. وقد يستدل على ذلك أيضا باحتفائه صلى الله عليه وسلم بالإفطار والصيام الكثير في شهر شعبان، فقد كان أكثر صوما فيه منه فيما سواه، وهذا أيضا نوع من التهيؤ والاستعداد أو ما يسمى في بعض البلاد تبريكا. وأود أن أحيي إخواني في كل العالم الإسلامي وبالأخص في أوزبكستان وفي بلاد ما وراء النهر، وهي البلاد التي عنيت بوجه خاص بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحافظت على دين الإسلام حتى في ظل النظام الإلحادي الذي كان يدعو صراحة للإلحاد ويعتبر ذلك مادة ضرورية للدارسين من المسلمين في موسكو وغيرها من بلاد الاتحاد السوفيتي السابق. وأقول بأن شهر رمضان يتميز بميزة لا توجد فيما سواه، ليس فقط نزول القرآن الكريم ولكن كل الأركان الإسلامية الأربعة للدين الإسلامي بعد التوحيد، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج، لها ارتباط خاص بشهر رمضان. فشهر رمضان له حصة خاصة من الصلاة، وهي صلاة التراويح التي شرعها المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنه خشي أن تفرض على أمته فلم يحافظ عليها، وجاء الصحابة بعده فأخذوا أصل المشروعية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا زوال المانع وهو خشيته أن تفرض بتمام الوحي وانقطاع الرسالة وانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فاجتمعوا على صلاة التراويح سنة دائمة من عهد عمر بن الخطاب، جمعهم على أبي فصلوا بصلاته واستمر ذلك إلى اليوم. وللشهر رمضان حصة من الزكاة، فإن تمام الصلاة الصيام ورفعه إلى السماوات العلى يتم بصدقة الفطر، وصدقة الفطر في اليوم التالي ليوم 30 أو 29 من رمضان. وكذلك له صلة خاصة بالحج، فإن شهور الحج تبدأ مباشرة بعد شهر رمضان، فبعد شوال يوجد شهر ذو القعدة وذو الحجة أو الحجة، وينتهي الأمر بأداء فريضة الحج. فالصلاة والصيام في رمضان طبعا هو خاصيته الوحيدة أو التي لا يشاركها فيها غيره إلا
صيام التطوع، والزكاة والصلاة والحج كلها لها ارتباط خاص في شهر رمضان، وهذا أمر لا يوجد فيما سواه. ولذا كان هذا الشهر ذا مكانة خاصة، ولو علم الناس فضله لتمنوا أن تكون كل أعمارهم رمضان. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا في هذا الشهر الصوم المقبول، وأن يرزقنا الصلاة الخاشعة المقبولة، وأن يرزقنا الزكاة في آخره وخاتمته، وأن يرزقنا الحج إن شاء الله في الأشهر التالية. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عام وأنتم بخير، ويعيد الله عليكم وعلى سائر المسلمين في كل بقاع العالم هذه الأيام المباركة بالخير والبركات، ويقيهم شرور الأعداء والمنافقين، ويحفظنا إن شاء الله إلى يوم الدين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مضيعين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما. سألني بعض الناس عن الأدعية، قلت له هناك أدعية رباعية، أربعة أشياء وإن كان بعضها خمسة يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بالتزامها، وهي ثلاث أو أربع. أول حاجة اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا، وبعض الناس يضيف وبدنا على البلاء صابرا، لكن الأربعة الأولى واردة والخامسة واردة أيضا. وهناك الدعاء الذي يقول اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا، اللهم إنا نسألك العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، فهي أربع أيضا. وهناك الدعاء الذي يقول نستشفع إليك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين اللطف بخلقك أجمعين، وأن تستر العرب والمسلمين، وأن توفقهم إلى خير الدنيا والآخرة. وصل لهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وببركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. آمين.